بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنتكلم عن برنامج سهل وبسيط ولذيذ اسمه ليفلز كريتور. البرنامج ده بيستخدم لصناعه الالعاب الحربيه البسيطه، تمام كده، اللي انت ممكن تستخدمه عشان حتى ممكن تبدل بيه الحاجات بتاعتك. لو انت عاوز تعمل لعبه حربيه ولعبه استراتيجيه، اي لعبه انت عاوز تعملها ممكن تعملها عن طريق ليفلز كريتور اللي هو مصمم اساسا عشان يعمل العاب حربيه. طبعا انت بتخش على جوجل وتبحث عنه على الانترنت، هتلاقي ليفلز كريتور اكس 10 واكس 9 اللي يعجبك منهم نزله. انا عندي هنا الاكس 9 عشان بشتغل عليه كتير، تمام كده. لو انت بصيت للواجهه بتاعت البرنامج هتلاقي عندك شريط العنوان، تمام كده، وشريط العنوان فيه اسم البرنامج، وبتعمل انت سيف للليفل بتاعك الاول عن طريق السيف، وتسمي الليفل بتاعك وليكن ماي ليفل، هيسيبه لك بامتداد اتش بي ام اللي هو فيرست بيرسونال شوتر جيم ماب، تمام كده. هتبص تلاقي تاني حاجة عندك ادي الاسم الشوتر اللي فوق اهو، وفي اسم البرنامج اللي هو الفيس كريتور، وفي الاسم الليفل اللي هو ماي ليفل دوت اف بي ام. تحتيه شريط القوائم، هتلاقي فيه قائمة فايل، قائمة ايديت، قائمة سيجمنت، قائمة ايديتنج، قائمة فيو، قائمة هيلب، تمام. ولو جيت في الهيلب وشفت الاباوت بتاع الفيس كريتور هتلاقي معمول من سنة 2005 لحد وصل لحد 2008. طيب تحت الشريط العنوان شريط القوائم هتلاقي فيه شريط اسمه شريط الادوات، وهتلاقي فيه الادوات السريعه اللي انت بتشتغل بيها. وعندنا هنا في على الجنب هنا في حاجه اسمها اللايبرري. اللايبرري اللي هي المكتبه بتاعتك انت، متقسمه لايبرري تابس زي البريفابس وزي الماركرز وزي الانتيتيز وزي السيجمنتس. لو دخلنا على البريفابس انت ممكن تعمل منها حاجات بسرعه. السيجمنتس انت هتبني بقى حته حته، الانتيتيز اللي هي المودلز اللي موجوده عندك، الماركرز اللي هي الحاجات اللي فيها سكريبتات. تعال نشوف كده البريفابس وناخد اوضه مثلا من ضمن الاوض الموجوده في البريفابس، ناخد الاوضه مثلا دي هنحطها هنا بالشكل ايه، بالشكل دوت، وناخد نفس الرسمه هنا نحطها بالشكل دوت كده. عملنا زي مربع فيه الحاجات دي. طيب هنيجي في الانتيتيز وعاوزين نعمل نحط اللعيب بتاعنا، هنيجي هنا في الانتيتيز ونشوف المركز، المركز هنا، ونختار البلاير ستارت اللي هي دي اللي هو اللعيب بتاعك، نحطه هنا ونعمل سيفنج الليفل بتاعنا، وبعد كده نعمل تيستنج. دي هتطلع لك الشاشه بتاعت التيست جيم ديت، هيحاول ان هو يعمل تيست لين للجيم اللي عندك. كده هو بيبني الليفل، هنقول اوكي. هبص تلاقي الليفل بتاعك ايه اتبنى بالشكل دوت، وانت موجود اهو، وانت اللي تتحرك دوت من الحته اللي انت حددها. هنعمل سكيب ونرجع تاني للليفل انتر. دي المكتبه يا جماعه زي ما احنا قلنا. المنطقة دي في منطقة التحليل بتاعتك، والشريط اللي تحت ده هو عبارة عن شريط أدوات أو شريط معلومات موجود من تحت. طيب حطينا اللاعب، هنحط له شوية أسلحة، نيجي في الانتيتيز هنا ونحط له الانتيتيز بتاعتك اللي هي الأسلحة، طبعا أنت على حسب المودز الموجودة. تعال نخش على السيفي ديت اللي هي ديت، ونفتح ديت ونختار أيتيمز، نختار مثلا اللافور اللي هو دوت، ونحط له السلاح هنا. تعال نكبر زومينج عن طريق العجلة بتاعت الباوس، ونحط له كمان امو بهذا الشكل، واحد اثنين ثلاثة، نسيف للجيم، وبعدين نعمل تيستنج الليفل مرة ثانية. هتقول اوكي تمام. هبص تلاقي ادي اللاعب بتاعك هيتحرك بال W وال S وال D وال A. ناخد الاسلحه نضرب نزوم، تمام كده السلاح شغال معانا، البلاير ومعانا الجيم ويبنز اللي هو الاسلحه بتاعته، ومعانا الليفل نفسه اللي هو موجود عندك، تمام كده. طب تعالى نحط اعداء، هنيجي هنا في ادنتيتي وهنختار الكاركترز ديت،
حط مجموعة أعداء، هناخد مثلا الشخص ده، ناخد ده، نحط واحد هنا مثلا، وناخد دوت، ونحطه هنا، بس لو حبيت تلفه تحب تلفه على طول الأر، وهناخد دوت، نحطه هنا، برضه حبيت تلفه على طول الأر، تمام كده. وهناخد مثلا ديت، نحط واحدة هنا، نحط واحدة هنا، تمام كده. لو حبيت تنهي الجيم يعني مثلا بعد ما وصلت لمستوى معين، هتيجي هنا في الماركرز ديت وتختار حاجة اسمها الوين زون، تجيبها مثلا في المنطقة دي، يبقى مثلا اللاعب بتاعك هيخش ياخد السلاح، هيضرب ده، هيضرب ده، هيضرب دي، أو ممكن يخش من هنا يضرب ده وده، وبعد كده يخش على الوين زون ديت وينهي الجيم نفسها. تعالى نعمل سيف، ولو حاسس ان مفيش باك هنا نفذ على البتاع دي، انت برضه ممكن تيجي في ال اظن في السيجمنتس او في الانتيتيز نفسه وتشوف هو فيه دور موجود. هناخد الدور ده هنلزقه هنا، تعال نشوف الكريتيرز هنا، فيتشرز فنشر ايه هون، دورز في دورز هنا، ناخد هنا الموضوع مش هنا، ناخد ده، حاول تاني وانا اشوف لو عندنا سيف. نعمل بلاي او تستنج الليفل، اوكي هناخد سلاح، انت عليه خوف، احنا قلنا لو جينا في المنطقه ديت هتبص تلاقي ليفل ايه انت فعلا، لما دخلت في المنطقه بتاعت الوين زون ديت هتلاقي ليفل ايه انت. طيب اللي انت شفته دلوقتي ان احنا بنينا بنينا ليفل اهو، تمام كده، وحطينا البلاير وحطينا السلاح وحطينا الانيمز بتوعه، وقلنا لما توصل لمنطقه معينه هتروح عامل ايه، هتنهي الجيم، وفعلا ده اللي حصل. لما وصلنا للمنطقه ديت راح عليه ايه، بعد ما انت تقول المفروض ان انت تعمل اكس فايل من الجيم دي، فبتيجي هنا في الفايل تختار حاجه اسمها بيلد ايه، بيلد جيم، تمام. بيجي لك المربع الحر بتاع البيلدنج، البيلدنج هتلاقي فيه الجيم بروجكت بتاعك، تمام كده، وهتلاقي المفاتيح بتاعتك دي فاول توبيت، الليفل سيتنجز دي تاني توبيت، هتختار انت الليفل اللي انت عاوز تضيفها، تمام كده. انا عندي الليفل ده اسمه ماي ليفل، هضغط على اول واحد اللي هو عامل افتراضي دوت واختار ماي ليفل اللي هو ده، تمام كده، وهسيب باقي الاعدادات اللي هي التايتل سكرين والجلوبال سكرين والجيم اوفر والجيم كومبليت، اللي هي الاعدادات دي زي ما هي، لان انت ممكن تغيرها بعد كده، لان دي عباره عن سكريبتات بتولد الشاشات بتاعتك كده. التكتشر هنخليه ميديوم وبيست فور برفورمانس اللي هي زي كده، علشان بس يعني ما تبقاش في ضغط زي ده والكلام ده كله.
بالنسبة لأن دي مش مهمة، دي عشان المالتي بلاير جيمز، البيلد سيتنجز بتاعتنا زي ما هي، وهنسمي الجيم بتاعتنا مثلا ماي شوتر جيم، عاوز تسميها ماي شوتر جيم مفيش مشكلة، عاوز تحط شادر افكتس تحط، مش عاوز تقول له نو فيجوال نو شادر افكت، ماشي على حسب ما انت ايه انت عاوز، خلينا نو شادر افكت عشان تبقى ايه سريعة في الشغل بتاعك. ده برضه ممكن تعلم على اوتوماتيك فلور، بس هنسيبه زي ما هو، ونعمل بيلد ليه للجيم. الجيم نفسها هتتحط في البرنامج نفسه في حته اسمها المار جيمز. انا وصلت البرنامج بتاعي في الايه، في البروجرام فايلز اكس 80، في الجيم كريتور، في الاف بيس كريتور اللي هو المكان دوت. هنسيبه لحد ما يخلص، هيعمل سيف الليفل مره ثانيه او تحميله، وانا هاجي في الكمبيوتر بتاعي واحاول ادور على البروجرام فايلز. بص يا جماعه كده في الاي اهو، ومن داخل ايه دخلت على البروجرام فايلز اللي هي ديت اكس 80، وهخش على الجيم كريتور، من جيم كريتور بيس كريتور هتلاقي في حاجه اسمها ماي جيمز. انا الجيم بتاعتي سميتها ايه، ماي جيم ولا ماي شوتر جيم، سميها ايه؟ ماي شوتر جيم بقى جيم. ولو ضغطت على الملف دوت المفروض ان هو يشغلك الجيم بتاعك، دبل كليك عليه كده هتبص تلاقي القايمة اللي هي الأساسية ظهرت، المين مينيو، وفيها نيو جيم لود جيم اكزيت جيم. هنختار نيو جيم، هيحمل لك الجيمز بتاعتك، هنتظر لحد ما يحمل، هيبتدي يبني. ده السلاح، المهم ده عبارة عن ستاند الون جيم. كده هو تحت، كده جيم هيكم اكزيت جيم. كده احنا عملنا جيم وعملنا لها ستاند الون، ودي كانت الحلقه الاولى من برنامج الاف بي اس كريتور اللي احنا عملنا بيه الجيم دهوت، وعملنا له ستاند الون. ان شاء الله نلتقي في حلقه قادمه نحاول نشرح فيه حاجه جديده. كان معاكم مهندس مصطفى عبد القادر زايد من قناه مستقبل زايد للعلوم الحاسب. اذا عجبك الفيديو ريت تعمل لي كومنت لايك شير للفيديو عشان زمايلك يستفادوا منه، واذا عجبتك القناه تعمل لي سبسكرايب داخل القناه، واقول لك من شاكرين عشان نوصل 10,000 مشاهد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.